هلا فيكم حلقة توب 10، وعنوان الحلقة راح يكون توب 10 أصعب ألعاب. والحين خلونا نبدأ. في المركز العاشر معنا لعبة F-Zero GX، وهي تعتبر لعبة السباقات السريعة، ونزلت على جهاز الجيم كيوب في سنة 1998. صعوبة اللعبة ما هي بس عشان السرعة الجنونية والوان مضمار السباق، اللي يزيد صعوبتها إن ما في حواجز تحميك من الطيحات، يعني أي غلط راح تخسر السباق ولازم تحفظ المضمار عشان تقدر تفوز. في المركز التاسع معنا لعبة زلدا 2 The Adventure of Link. سلسلة زلدا الجديدة غالب الأجزاء تكون سهلة، لكن الأجزاء القديمة فيها تحدي وصعوبة، خصوصا زلدا 2 The Adventure of Link. راح تموت كثير وبتواجه أعداء صعبين، وراح تخسر طاقة وماجيك باستمرار من صعوبة اللعبة، وكثير يصنفونها على أنها أصعب لعبة زلدا في التاريخ. في المركز الثامن معنا لعبة نيو، وهي تعتبر شبيهة سلسلة دارك سولز. البعض يقول أنها أصعب حتى من دارك سولز، راح تموت كثير وتحتاج تدرس الأعداء وتعرف إيش الطريقة المناسبة لتهزمهم فيها، ولازم تحفظ حركاتهم عشان تقدر تفوز. ولما تموت راح تخسر نقاط خبرة وتحتاج ترجع من جديد لنفس المكان عشان تأخذه مرة ثانية، واللي يميزها أنك تقدر تختار أكثر من طريقة للقتال. في المركز السابع معنا لعبة سوبر ميت بوي، وهي تعتبر أحد ألعاب بلاتفورم الصعبة. نزلت على جهاز الإكس بوكس 360 سنة 2010 عبر برنامج إكس بوكس لايف أركيد. فكرتها بسيطة، لازم تحاول تعدي من عقبات وتوصل للنهاية، لكن التحدي فيها عالي جدا وتحتاج تركيز وتعرف متى الوقت المناسب أنك تنجز، والأصعب أنه ما فيها أي تشيك بوينت، يعني راح تعيد من جديد إذا مت. في المركز السادس معنا لعبة كابهيد. لعبة كابهيد المستلهمة من أفلام الكرتون أيام الثمانينات، نزلت بشكل حصري على جهاز الإكس بوكس والبي سي، وهي مميزة جدا بسبب رسوماتها اللي تم رسمها بشكل يدوي والموسيقى الرهيبة اللي فيها. اللعبة من نوع رن أند جن، يعني كل عليك تسوي إنك تركض وتطلق، لكن تحتاج تركيز وفيها شد أعصاب وسرعة وانت تلعب، وأغلب اللعبة بوسز ومراحل بلاتفورم قليلة تقدم تحدي ممتاز. في المركز الخامس معنا لعبة باتل تودز. باتل تودز لعبة قديمة نزلت على جهاز نينتندو عام 1991، وهي من تطوير شركة رير، وهي تعتبر من نوع البيت ماب أو امشي وطق، وتعتبر واحدة من أصعب ألعاب في التاريخ. والبعض يعتقد أن الشركة تعمدت أن تخلي اللعبة شبه مستحيل تخلصها عشان لا تخلص اللعبة بسرعة، وهالشيء أعطاها سمعة لسنوات طويلة لصعوبتها، وخصوصا مرحلة النفق وانت تتحكم بالمركبة. المشكلة أن كانت العوائق تجي قبل ما أنت تعرف وين مكانها، فكانت جدا تسبب مرض بالنسبة للكل. في المركز الرابع معنا لعبة نينجا جايدن 2. الصعوبة دائما مرتبطة بسلسلة نينجا جايدن، لكن الجزء الثاني بالتحديد في صعوبة من ليفل ثاني. حتى على طور النورمال الأعداء بيجدونك جلد وينقصون من طاقتك كثير، ولما تعدي راح تلقى أعداء تطلق عليك صواريخ بدقة وتجيبك على طول. أحيانا تحس أنه مستحيل أصلا تعيش، كيف إذا قالك اقتل الأعداء وانت ما يمديك أصلا تقتلهم. في المركز الثالث معنا لعبة سوبر جولز اند جوستس. سوبر جولز اند جوستس تعتبر لعبة بلاتفورم نزلت على جهاز السوبر نينتندو عام 1990 من شركة كابكوم، وتعتبر الجزء الثالث من السلسلة. اللعبة هذه فيها خمس مراحل بس، لكن كل مرحلة تقول الزود عندي من الصعوبة، وفوق كذا لما يضربك العدو يبدأ درع حقك يطيح إلي ما تبقى بس ملابس داخلية. لكن أشي أصعب شيء كان في اللعبة أنك لازم تخلصها مرتين، بحيث لما تخلصها مرة الأولى بعد ما تطلع روحك توصل عند البوس الأخير تفوز عليه، بين يطلع لك مسج يقولك لا ترى هذا الظل حقه أو الشبيه حقه، تبي تفوز على البوس الأخير مرة ثانية أرجع للهينك من بداية اللعبة ولعبها مرة ثانية. كانت تجنن من جد. في المركز الثاني معنا لعبة ديمون سول، وتعتبر لعبة أكشن RPG من تطوير شركة فروم سوفتوير، واصدرت سنة 2009. انشهرت بسرعة في وقتها بحكم صعوبتها، لأنها تقدم تحدي وإحساس رهيب لما تهزم الأعداء. فوق صعوبتها لما تموت راح تخسر الأرواح اللي جمعتها، وهذه الأرواح اللي تزيد من قوتك. أما المركز الأول معانا لعبة كونترا. لعبة كونترا نزلت عام 1988 على جهاز نينتندو. أتوقع الكل جرب اللعبة وانجلد منها. اللعبة صعبة جدا جدا، لأن أي ضربة تجيك راح تموت، والشاشة كلها تكون طلقات ضربات، والأعداء يجونك من كل مكان، ولما تخلص المرحلة ما يعطونك أي حاجة زيادة، لازم تكمل اللي عندك، ولو مت بعدين حتى لو في مرحلة الأخيرة لازم تعيد من بداية اللعبة. وهذه كانت لستنا للتوب 10 لأصعب الألعاب، أعطونا رأيكم فيها، وأيضا إذا عندكم ألعاب ثانية تعرفونا وحنا ما ذكرناها في اللستة اكتبوا تحت بالتعليقات، واحتمال كبير نحطها في جزء ثاني للحلقة. ولا تنسون أيضا زر اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم هذا الشيء، يعطيكم العافية، مع السلامة.